السلام عليكم أعز الفلاوان، رانا في مدينة إليزي 2000 كيلومتر على الجزائر العاصمة. راكم تشوفوا كاع الخير تاع سيدي ربي راه هنايا، صافي بليجيا والله. كاين كلشي في الصحراء ما شاء الله. سي محمد السلام عليكم، شحال دير تيماتي؟ شحال؟ 12 ألف. 12 حدير في الجزائر العاصمة ولا لا؟ هاش هدير؟ ميم با 2005 3000. والبطاطا اش هدير؟ لا قول لي بطاطا برك نخليك بطاطا. السلام عليكم. شحال البطاطا؟ قول لي بطاطا شحال دير البطاطا خويا؟ ها؟ بطاطا اش هدير هنا؟ 6000. 6000 هو قال لي 7000 ساعة. شكون اللي قال؟ ياه اخونا قال لي 7000. ما سمعكش. معليش معليش. دونك بطاطا 6000 هنايا. وطيماطيش 2500. بطيش شحال؟ 12000. 12000 يعني خمس خطرات. ما عرفوكش. معليش هكاك خير، هكاك يهضروا نورمال عادي. والزروديه شحال دير الزروديه؟ 10000. اه صح، شحال دير 10000؟ 10000. زروديه. هذه كاع تجي من الشمال. ايوه. آه هيت. صح كل خير تاع سيدي ربي راه هنايا. كل خير فيه. والله الحمد لله. صافي بليجيا. وصلت 6000. الله الحمد لله صافي بليجيا. راكم شوفوا كاع الخير تاع سيدي ربي راه كاين هنا في إليزي. والله على كل شيء مريقل هنايا. واش هنا اش تخدموا هنا؟ اش تخدموا في إليزي؟ شنو نخدموا؟ بطاطا تجي منا ولا لا؟ ولا واتسوف؟ من جيل؟ من واتسوف. واتسوف ها؟ واش من الحاجة اللي تجي من إليزي؟ تجي كل شيء في إليزي. واش كاين؟ كلشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راك لاباس بخير؟ لاباس والله الحمد لله. الله يهديك خويا، والله الحمد لله. دلة تاع إليزي. دلة تاع إليزي، وشحال تبيعوا هنا دلة؟ نبيعوا فيهم 7000 أو 7000. كاين التفاح تاعهم ها ورا. التفاح فين تاع إليزي؟ 50000. 50000؟ 50000 محلي يعني. شينا. محلي. محلي تلاقوا فيهم. محلي، وين نقدر نشوفوا؟ دونك هنا تخدموا الدلة والتفاح. يخدموا كل شيء لهنا، يزرعوا كل شيء، كل شيء عندهم، عندهم سلاطه، عندهم خيار، عندهم كل شيء. كل خير تاع سيدي ربي. دونك هذه هي التفاح تاع إليزي. 50000. 50000. الله يبارك. والبنان فين يجي البنان؟ البنان يجي من عندنا. ما يجيش منا لا. كلش خضره تاعنا. اجا شوف، شوف مكتوبه هنا. اكوادور اكوادور. اكوادور. ايه امريكان. ما عندناش احنا البنان هنا. كاين كل شيء. كيف الناس ما تخدمش ولا كيف؟ صح شفت كان بزاف من النيجر هنا يجيو يخدموا لا؟ يجيو بزاف. اها والجزائري ما يخدموش؟ هفاك والجزائري هذا ما يخدموش ولا كيف؟ اه والله كيف هذه بلادنا لا؟ بلادنا ماشي بلادنا. شو المشكل؟ شهر شهرية ولا كيف؟ لا شهرية. باسكو جورني قالوا لي بلي خلصوا معنا 100 على 120000 جورني. ربي 120000 والو ياكل ويشرب كل شيء خالص. هكاك يخلصوهم لا؟ والجزائري شحال بياخذ؟ عاطينه 100000 ياكل لهنا يشرب هنا كل شيء من عندنا احنا. دونك ياكل يرقد نورمال عادي. كل شيء من عندنا احنا. والجزائري على ما يخدموش؟ صافيه. الجزائريين على ما يخدموش؟ 100000 يقول لك قليله ولا كيف؟ 100000 ما تكفيش. والجزائري شحال يطلب؟ شحال يطلب ياخذ؟ الجزائري. يطلب 200. 200 الدوبل لا؟ الدوبل. سينو ما يخدمش. اه ما يخدمش. واش يخدم؟ يخدم نكتار يدير 35000. اها. يدير للدار كيلو 35000. وشحال كاين تاع النيجر هنا؟ شحال 10% 20% 30% شحال هما؟ شحال غير هما؟ اي هما 80% 70% 80% لا هنا في إليزي هنا بعد كاين غير 70 ولا 80%. ويخدموا كاع كيما هاك بالجورني ولا كيف؟ كان اللي يخدم كان اللي قاعد هما يخدموا صحابي نيتي كاين كل منتا كاين كل شيء. وكاين اللي يخدموا في الغاز هنايا ولا لا؟ الغاز كيف الغاز؟ كاين الغاز هنا مع شركة اسبانيولية طليانية وفرنساوية. لا يخدموهمش. يا ما يخدموهمش؟ لا جايين حراقة جايين يسون وثائق. ما يخدموش؟ ما يخدموهمش ما تقدمهمش الدولة جايين يسون وثائق ما عندوش وثائق. اه صح يخدموا تاع باصو ولا فلاحة. فلاحة باصو يخدموا شونطية شونطية. والجزائريين كاع ما يخدموش؟ الجزائري واش يخدم الحمام دي؟ مانيش عارف صح سيدي يقول لي انت ولدي انا ولدي. الجزائري يخدم مش ما يخدمش يخدم في شركة يخدم في كذا يخدم. تبع إدارة تبع شهرية مليحة. يعني فلاحة ما يخدم جزائري؟ لا والو. والو؟ فلاحة والو.
لا ما يخدموا قلبوبيت ولا كيفاه بورتون في واتسوب لا لا في واتسوب ما شاء الله لا ديفيرونس بين لي وهنا كاين ديفيرونس كبير ديفيرونس كبير انتوما بين جيتو من ايليزي ولا بين انتوما لا سيلا من ايليزي سيلا الله يبارك الله يبارك عندكم بزاف راكم هنا ولا لا انا عندي عامين هنا عامين الله يبارك وكان خدمه في مسيله ولا ما كانش كان الخدمه صح على خير غوستو برك غوستو وكيف المكتب جابكم هنا عندنا طوابر تاع خضره انا خدامين فيه الله يبارك هذه راهي مطوابل البلايص هذا راه ما باللي بدات ايليزي بعد اللي بدات هذه الطابله هذه عندها 20 سنه 20 سنه صح ما شاء الله شابه ها ولا حسب ندوريها للشعب الجزائري شوفوا ما شاء الله شوفوا شفتوا كي ستفوها مليح ولا لا والله تخي تخي بيان بريزونتي ما شاء الله والله قال خير تاع سيدي ربي دونك دلاه 7000 قلت لي تاع ايليزي هذا هذا تاع تاعنا تاع هذا تاع الهي تاعنا تاع حسيف حل حسيف حل منيعه تاع منيعه الله يبارك وتاع ايليزي وراه تاع ايليزي يومين هذاك هو بيو فيه 7000 وتاعنا بيو فيه 5000 دونك هذا تاع ايليزي 7000 وتاع حسيف حل 5000 وكيفاه وين ولي بليه تاع ايليزي خير ولا كيفاه؟ نورمالمون بصح حاجه محليه حتجي نورمال هذه اي امبورت كان في اي بلاصه حاجه محليه حتجي طايحه على حتجي غاليه على تاعها وين ولي حلو وين ودلع عليه حلو؟ لو ايزوز كاع هي نورمال نفضل تاعنا تاع ترونسبور نورمالمون غالي يجي غالي ما يدريكش ما يقولكش ترونسبور ما يقولكش ترونسبور يقول لك هذا الدلاع تاع بلادي تبيعو غالي على الدلاع تاع حسيف حل الله يبارك والله صافي بليزير وتمر شحال يدير هنا تمر تمر داير 65 65 هكا بين يجي بين بالطلقه كيسكرا اقبض اقبض شحال هكا هذيك باهي لا ما شاء الله ولا لا هاتي البصله لا تاع رمضان ما شاء الله هذا نبيعو فيه ب 65 65 الحمد لله والله صافي بليجي كي تشوفو كيما هاك كل خير تاع سيدي ربي والشلاطة شحال داير الشلاطة؟ كاينة الشلاطة تاعنا هذه بيع فيها ب 12000 كاينة تاع التوارد هاي وراها ربط دوب تاع مسيلة 12000 هذه تاعنا تاع السوق صحيح وتاع ايليزي شحال؟ بيعوا فيها 12000 كيف كيف ها؟ ما كاينش ديفيرونس ما كاينش ديفيرونس والثوب شحال يدير هنا الثوب؟ الثوب شحال دايرين له؟ 50000 50000 كاين من هنا ب 30000 380 هذا لا لا داير 30 هذا بيجي هذا؟ هذا تاع الواد تاع الواد مكسوف ما شاء الله الواد تاع بيستروس صافي بليزير الله يعطيكم الصحة والله يعاونكم إن شاء الله الله يهنيك أخويا آمين آمين إن شاء الله آمين دوكا دوكا خدمة شريفة لا بيان بيان الحمد لله فوالا دوكا دوكا راكم تشوفوا الجزائريين يخدموا كمان دونك الجزائريين يخدموا كوميرس تجارة الحمد لله سي بيان سي بيان حاجة مليحة دونك النيجر أغلبية أنتم هنايا يا شحال 70% هنايا إيه راهي بلادكم هنا إليزي ما تعرفش ما هدر نورمال نورمال شوف راك مع خوك نورمال عادي سي طاهر اهدر نورمال عادي والله نورمال والو ما تعشمش سي طاهر نورمال نورمال والله ما تخاف والو راك مع خوك شحال شحال من كيلو هنايا كيلومتر النيجر هنا من ايليزي النيجر شحال طاهر اروح اروح يا طاهر اروح راك مع خوك معلي شحال من كيلومتر واحد 4000 4000 يجوا من النيجر يخدموا هنا في اليزي اه وباش يلعبوا اللعبه ثاني راه كاينين منا يمشي ومنا حتى اليزي حتى الورق له ما يمشي سبحانك يا الله يمشي ويمشي ابشي كيما درنا ابشي انا فاني درنا من تيزي وزو عين صالح ابشي هما يديروها من اليزي الورق لها ابشي 1000 كيلو الله يبارك ومش من اليزي الورق لها برك خلي استراتيجي عايز باش يلعبوا لنا الجاي ما يجوا يخدموا هنايا الجورني. اه يا اسرى فيهم العيب. والجزائريين راهم عايشين في بلاد الخير ما يخدموش. يتركتوهم ينحيوا لهم قشهم ويرموهم في وسط الصحراء فيهم اللي يموت فيهم اللي يمنع فيهم. يتبيثروا. اه. ماشي حاجة سهلة. يكون يحكي لك وراه هذا كيما هذاك قبيل هذاك كون نجيبوا لكم هنا يحكي لك شو يصرى فيهم قريب. بصح شكون يدير لهم مشاكل شكون؟ اه يجيبوا فيهم الحاجة. مشاكل ما بينات بعضاهم برك. اه بيناتهم. بيناتهم مشاكل. صحيح لا تزيرية ما عندنا مشاكل ما نديرو مشاكل هنا نورمال عادي لا تزيرية ناكلو ما نخموش عندناش تخمة ما نخدموش والو حنا نكتو بعضنا نهدكو بعضنا علاش؟ ما بالله المشكل تاعنا مين؟ ها؟ المشكل تاعنا مين؟ كيف المشكل يعني كيف عندنا الفوق من عند الفوق ولا الشعب؟
ما نروحوش بعضنا احنا. المشكل راه مو فوق. لا ما نروحوش بعضنا. والو ما كانش الرحمة ما بيناتنا. ما كانش الرحمة ما بيناتنا. البض هذا يهتك هذا. دونك تقول مشكل الشعب. الشعب والو المشكل مش الشعب. ماشي الشعب؟ والو الشعب خاطي كاع. قولي شكون المشكل؟ المشكل اللي راه مقابلين الشعب. مسؤولين. المشكل مسؤولين. والشعب ما عندوش مسؤولية الشعب؟ وكاين شباب راه ضايع. كاين شباب راه بلا خدمة بلا كذا. صح كتقولي بلي كان الخدمة هنا في الجزائر ما يخدموش. دوكا كاين بصح نحكيك ديفيرونس بين ليه وهنا. ليه ما كانش خدمة لا هنا في الصحراء يمولوا في الصحراء. يدعموا في الصحراء. وعلاش ما يدعموش الشمال يدعموا الصحراء. صحراء في الجزائر لا. الجزائر مش الجزائر ولا هي ثاني دايرين ليه كاين حوايج. لا لا يسلك 50% في تريسيتي وليه ما يسلكش 50% يسلك 100%. صح. هاي ديفيرونس ثاني بزاف. فرق كبير يعني بلاد اخرى هنا. السلام عليكم. لازم ثاني تكون سواسيه لازم يساويو شويه 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 احمد شويه محمد 70% معليش 80% و 100% 50% يا ما تصلاش. فرق كبير. فرق كبير 50% لا كانوا يسلك ليه مليون تريسيتي لا انا يسلك ليه 500000. صح صح. ودي جيك راه داير اروح هضر معنا شويه. شحال من كيلو هنا من النيجر شحال؟ قداش كان كيلومتراج من النيجر؟ كيلومتراج شحال؟ 2000 3000 4000 شحال؟ 400 مالك 4000. السلام عليكم. لاباس خير لاباس. وين من الورقلة كاين 1052 كيلومتر. والنيجر النيجر شحال؟ النيجر ماش بعيده والو. واش انت تحب انت ما كانش طالع شحال بالكيلومتر شحال كيلومتر باه فاضل هذا كي جاب النيجر شحال؟ مش بعيده كاينه واحد 800 كيلو. 100 كيلو 1000 كيلو 1000 كيلو 1000 كيلو من الورق اللي كاين 1052 تاع النيجر تحت. النيجر تحت والو من جانت من طريق جانت وتخرج جانت وهبط واه ومن الدبداب 500 كيلومتر. صح 500 كيلومتر تجيك البوابه نتاع ليبيا. ليبيا شحال من كيلو؟ 7 كيلومتر من الدبداب يعني. شبعي دبداب غدامس يعني الجنوبيه كاين 7 كيلومتر البوابه. بالطوموبيل شحال بتوصلوا ليبيا هنا شحال؟ باللوطو واه توصل شوف تروح من اين ميناس 239 كيلومتر. صح تعاود تقلع من الدبدب ثاني تجيك واحد 170 كيلو باش تلحق يعني الدبدب. هذه الدبدب يعني اخر بلديه في الجزائر. صحيح ومن بعد الحدود تاع ليبيا تبعد عن ليبيا ب 7 كيلومتر. صحيح إيه. وكان بزاف الليبيين يجوا هنا ولا ما يجوش؟ ما يجوش والو راهم في هما راهم في ازمه. صح انا نقول لو كان عندهم الازمه انا نقول بلاك يجوا هنا الجزائر. لا ما يجوش الجزائر قبل كي كانت الحاله يعني كي كان القذافي كانت الحاله هانيه. من بعد يعني بعد الازمه هذه نتاع يعني كيما صرات هذه نتاع حلف الناتو وكذا على الارهاب وكل شيء. إيه. إيه. يعني ما مش يجوا جاع مش يجوا ما يجوش على الحدود مسكرين ولا كيفاه؟ مسكرين ما كانش ما يقدروش يجوا. كيفاه يجوا؟ النيجر يجو بصح الليبيين ما يجوش. النيجر يجو النيجر لانه بحاجه الى الجزائر لان البقره هي الجزائر. البقره الحلوب لافريقيا هي الجزائر. النيجر ومالي وافريقيا وغينيا والى اخره يعني افريقيا غرب افريقيا جنوب غرب كلهم ياتون للجزائر من اجل يعني الغذاء لان اغلبهم يعني راهم في حروب وكذا ومجاعات وكذا وكذا ياتون الى البقره الحلوب التي هي الجزائر ياكلوا منها ويشربوا منها الى اخره. والغاز هنا في إليزي وين بعيد منا؟ الغاز هنا في منطقة عين ميناس. عين ميناس تبعد عن إليزي 239 كيلومتر. وهناك حقول مكتشفة وحقول غير مكتشفة. يعني هنا الصحراء الجزائرية يعني هي يوجد الغاز بكمية أكبر ومخزون أكبر. يعني ثروة هائلة من الغاز. جي بي اس يعني والهيليوم هذا اللي راه يعني الغاز المميع هذا. هذا الغاز تاع الجزائر ولا تاع شركه اجنبيه؟ لا هو الغاز نتاع الجزائر. ياه. ايه ولكن الاستغلال يعني كاين الاجانب هما يجوا هنا يستغلوا يعني من الغرب. يعني كاين شركات امريكيه الى اخره. يستغلوا هنا يعني في الجزائر. الجزائر شحال عندها وشركات اجنبيه شحال عندهم؟ الشركات الاجنبيه متواجده بكثره لانهم يملكون التكنولوجيا اولا. احنا ما عندناش يعني التكنولوجيا؟ احنا يعني عندنا سوناطراك ولكن مع وسائل البحث الحديثه يعني محتشمه شويه. عينه شويه. هم عندهم اجهزه الكشف عندهم يعني التنقيب السرعه يعني كما يقولوا في الوقت المناسب وفي المناسبه. ما يقدرش يعني مشكل يعني احنا عندنا تكنولوجيا لا نستهين بذلك. عندنا يعني اليابي في بومرداس الله يبارك عندنا كذا الى اخره الا انهم يملكون التكنولوجيا
نحن بحاجة يعني كإفريقيا بحاجة لهذه التكنولوجيا مهما كانت يعني.